أبي ما في شارع 40 دحين تناشق على أسرتي مع باقي اللي أنا أصرف عليهم كل شيء. أنا اسمي أنس وصيب سيف، عمري 12 سنة. أنا أشتغل بورشة حديد من الساعة 7 إلى الساعة 6، أحيانا أسرع أحيانا أقص أحيانا أرنق أحيانا أنقش أي حاجة أنا أعمل. لا الساعة لما تبين الساعة 6 أوقف. أنا وقفت الدراسة علشان ما فيش أحد يشقى على أسرتي، أدرس إخواني الباقي منهم 4 وأنا 5. أحلم إني أفتح ورشة أبي وأشقى على أسرتي وأدي لهم مصاري وأدرس إخوتي لآخر الجامعات وأطبخ أي شيء.